بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات بتحصل مشكلة في الطباعة في الريفت، إن أنا بقول له بلوت وبقول له بريفيو، فبلاقي إن الفريم بالشكل دوت في حاجة مشكلة، تمام؟ فبقول له أنا عايز أعرف حل المشكلة دي أو أعرف سبب المشكلة دي، فبدخل كده إيديت فاملي، فبتبدأ تبص بتلاقي إن ساعات بيبقى فيه تكست اتحط غلط بره الفريم، فهو لما بيجي وسطا الشغل بيطبع غلط، فبشوف اي حاجه بره الفريم والغيها، وبعد كده بقول له لود انتو بروجكت، وبقول له كنترول بي طباعه، بختار الطباعه بتاعتي. هنا الاختيار بقول له ممكن كومبايند، لو انا عندي كذا لوحه ممكن اقول له بجمل كلهم في ملف بي دي اف واحد. الاختيار اللي بعد كده بقول له اخليهم منفصلين، وده المكان اللي هسيب فيه. بقول له سيت اب، بختار ال A0، بختار السنتر، بختار زوم 100%، تمام. وبقول له هايد سكوب بوكس، بقول له مثلا انا عايز بلاك لاين، وبقول له اوكي، بقول له بريفيو، بلاقي الفريم بتاعي طبعا مظبوط. يبقى كان في بس تكست موجود او دايمنشن او اي حاجه بره الفريم وموجود في التايتل بلوك فاميلي بتاعتي، بقول له اطبع عادي خلاص.